كافر، أنا مش كافر، مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر. لا أنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر سافر. بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني، مش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير، أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر، أنا مش كافر، النعمة والسلام مع الجميع. برحب بكل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان: هل الإسلام دين يدعو إلى القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء؟ ده موضوع حلقتنا، هو طرح في شكل سؤال. نشوف هيرد علينا إزاي القرآن، ونشوف شيوخ المسلمين هيقولوا ايه، ونشوف السنة النبوية هتحكم ازاي. في بداية الحلقة خلونا نصلي لأجل وقت الرب يحمي فيه شعبه في كل مكان. شهر ديسمبر اقتربنا جدا من احتفالات أعياد الميلاد، ولا سيما ان الوقت ده صعب جدا. الشرق الأوسط بيشهد حالة من التوترات وحالة الحرب اللي موجودة بين إسرائيل وحماس في غزة. خلونا نصلي أن الرب يحفظ الجميع، يسيك حوالين الكل، يعني يقود المنطقة إلى بر الأمان. الرب ينعم بسلامه على الجميع. خلونا نصلي لأجل الأحداث دي أن الرب يضع لها حد ونهاية، أن الرب يعني يقود ناس ينجحوا في عملية الوساطة وعملية تقريب وجهات النظر وعملية إصدار قرار بوقف الحرب. نصلي أيضا لأجل الأطفال والنساء والعزل في غزة. أمور صعبة كتيرة جدا، شتاء داخل، أمطار، برودة شديدة جدا، والناس ساكنة في خيم على الحدود، وضع صعب جدا. أيا كان المتسبب فيه إيه أو السبب للأمور دي إيه، النهاردة قدام واقع مؤلم جدا، واقع صعب، واقع تسبب فيه تشريد ونزوح أكثر من 1,200,000 فلسطيني قرابة الحدود المصرية في مدينة رفح، طبعا مع ندرة للمواد الغذائية، انعدام تام لموضوع الغاز وحاجات وسائل العلاجية، أدوات صحية، أمور كثيرة جدا، يعني الأمور صعبة جدا جدا جدا. خلونا نصلي أن الرب ينهي هذا الأمر، والناس إلى حد ما ترجع لبيوتها وترجع لأماكنها، ورب يعزي كل من فقد طفل، أم، أب فقد أولاده. إحنا دايما ضد الحرب وهنفضل ضد الحرب، ودايما بنقول أن سفك الدم أيا من كان هوية هذا الشخص، سفك الدم ودم الإنسان حرام، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. بنصلي أن رب يوقف الأمر ده، بنصلي أنه جهود الوساطة اللي بتقوم بها مصر وعدة دول تنجح في إنهاء الصراع ده وتنجح في إحلال السلام. بنصلي أنه أيضا عندنا تحدي كبير في قناة الكارما، بنصلي أن الرب يسدد هذا الاحتياج. كل سنة وأنتم وكل مشاهدينا وكل أسر قناة الكارما وكل اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم، كل سنة وأنتم طيبين. اقتربنا جدا من أعياد الميلاد، ميلاد المسيح، أعظم حدث على وجه المسكونة كلها، أن يسوع المسيح كلمة الله الأذلي جاء إلى عالمنا. خلونا نصلي. يا رب احنا طالبين وجهك، بنرفع قلوبنا ليك، مكتوب عنك أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب نصلي، يا رب طالبين وجهك، أنت إله السلام، وأنت رئيس السلام، وأنت مصدر السلام، ولا سلام حقيقي بدونك يا رب. نصلي ان يا رب تنجح كل مساعي حميدة يا رب، وكل مساعي حقية لانهاء الحرب والتوتر اللي موجود بين الاسرائيليين وبين الفلسطينيين يا رب، ولا سيما منطقة غزة.
اللي شبه يا رب او وصلت الى شبه الاباده الكامله يا رب. صلي انك تضع حد لهذه الامور، بنصلي انك توقف اي عمليات اجرام وحرب واباده وقتل وتناحر وتسابق مين يقتل الاول، وكانه البشر والانسان اعتاد على سفك الدم واعتاد على انه يكون فرحان انه بيقتل انسان طالما هو مخالف ليه في العقيده والدين، ونسي ان هو اخوه في البشريه، ونسي ان هو بينتمي الى شخص واحد بدات منه البشريه هو ادم وحواء. يا رب بصلي انك تدي تعقل وتدي حكمه، وبصلي ان الناس يا رب ما تغامرش على حساب اباده اهلها وعلى حساب يا رب الاطفال، وان الناس يا رب ما تتاجرش بدم الاطفال ودم الناس الابرياء يا رب في اسم الرب يسوع. بصلي لاجل النعرات اللي موجوده على القنوات الفضائيه وشبكات التواصل الاجتماعي، وكان الناس بتتفرج على ماتش كوره يا رب، مين قتل اكتر ومين اباد اكتر ومين خرب اكتر يا رب. الى هذه الدرجه وصل الانسان بمشاعره اللي امتلأت كراهيه وبغضه نتيجه يا رب لسيطره ابليس الذي هو قتال للناس منذ البدء على عقولهم وعلى افكارهم. بنصلي ان تتحرر العقول يا رب والافكار، وبنصلي ان ما فيش حد يكون يا رب بيدعي ذورا انه ينتسب الى اسمك ويشجع القتل ايا كان المصدر يا رب وايا كانت الهويه. بنصلي لاجل حكمه للجميع يا رب. بنصلي ايضا الا لا نكون عثره امام احد يا رب، ولا نسبب عثره لاحد يا رب. احنا اللي رسالتنا وايماننا هو ايمان يا رب مبني على سلام صنعه المسيح بين الانسان والله بالصليب وبعمل الصليب وبدمه السفك على الصليب من اجلنا يا رب. رسالتنا هتفضل دايما سلام سلام سلام، رساله خلاص، رساله محبه، رساله سلام، لا تسمح ان نحيد عنها ولا تسمح ان نتبنى ايا من كان يا رب فكر قتل او فكر ارهاب، لكن يا رب اعطينا ان نكون واقفين دائما يا رب معلنين ان لا يوجد قول لدينا ولا رساله لدينا الا رساله المحبه والا رساله السلام الذي اتى بهم الرب يسوع المسيح ليصالح العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياه. يا رب اصلي لاجل قناه الكرمه وكل التحديات، يا رب اصلي انك تسد كل احتياج من اجل استمرار هذه المناره، ومن اجل يا رب دايما تكون هذه الفناره يا رب فناره مضيئه باستمرار بنور الحق وبنور الخلاص وبنور السلام وبنور المحبه. بصلي يا رب انك تحفظ الجميع. اشكرك لاجل يا رب وقت عدى بسلام على بلادنا اثناء العمليه الانتخابيه. بصلي انك تدي حكمه لمن يقود البلاد يا رب. بصلي انك تدي نعمه يا رب من جهه شعوبنا العربيه اللي خربتها الحروب والاقتتال الطائفي. صلي لاجل سلام في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في ما بين الجزائر والمغرب، في كل موضع ومكان يا رب في توترات في منطقتنا يا رب وبلادنا. صلي يا رب ان الجميع يعرفوك من الصغير الى الكبير. استودع حلقه اليوم بين ايديك يا رب. يا رب اصلي انه يكون في استناره النهارده ومعرفه حقيقيه لشخصك المبارك العظيم. كل هذا نصلي ابانا في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك كل سجود وحمد وتعبد يليق بشخصك، لانك انت الاله العظيم، الاله الوحيد، الاله الواحد، الاله القدير، الاله الخالق، الاله الصالح، الاله الرحيم، الاله المحب، الاله القوي، الاله المخلص. شكرا جدا يا رب في اسم الرب يسوع المسيح، امين. حقيقه انه احنا بنمر قدام تحديات صعبه زي ما شاركت معاكم، والعالم والمنطقه بتاعتنا بتشهد توترات صعبه جدا جدا جدا، وحاله من الكراهيه والبغضه والتقاتل حتى ما بين الشعوب العربية بين بعضها البعض. في نوع كده من جو المؤامرة سيطر على منطقتنا، وكل شعب بدأ يتهم التاني ان هو بيتآمر على الإسلام وبيتآمر على وحدة الصف العربي وبيتآمر على البلاد الإسلامية. الجزائريين بيتهموا المغاربة والمغاربة بيتهموا الجزائريين، والفلسطينيين بيتهموا السعوديين اللي مش حاسين بيهم والإماراتيين، جو كده مشحون غريب في بلادنا العربية وفي منطقتنا. جو في يعني الكل بدأ يعني وكأنه واقف منتظر خطأ للتاني، وكأنه حرام ان ده يحتفل طالما ان في دم هنا، وحرام انه ده يعمل نشاط طالما ان في دم هنا،
اي نشاط كروي، اي نشاط فني. الناس بدأت تحرم كل حاجة، الناس عايزة، في فئة كده من الناس عايزة الناس تفضل في حالة كآبة وفي حالة غم وفي حالة هم وفي حالة كراهية باستمرار. لما تتابع صفحات الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعي هتلاقي في تهم موجهة، تهم ان كنتش بتفكر بنفس الطريقة اللي هو بيفكر فيها يبقى انت عميل، يبقى انت خاين، يبقى انت بتغدر، يبقى انت كافر، يبقى انت مشرك، يبقى انت صهيوني، يبقى انت. الناس بدأت توزع تهم تهم تهم، طالما انت مخالف معاه خلاص يبقى انت عدو لي، يبقى انت متآمر، يبقى انت متخاذل، يبقى انت صهيوني، يبقى انت كذا، يبقى انت كذا. حالة غريبة جدا، وانا بقول الحالة دي سببها ايه؟ ايه اللي وصل العالم ولا سيما المنطقة بتاع الشرق الاوسط الى هذه الحالة؟ اللي خلى القلوب تتملي بالكراهية والبغضة؟ هل الحرب؟ هل ده نتاج الشهرين او الستين يوم او الخمسة وستين يوم اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي من يوم 7 اكتوبر للنهاردة؟ هل الامر ده وليد اللحظة دي، وليد الحدث ده، ولا الامر ده له جذور قديمة؟ روح الكراهية اللي موجودة وسادت على منطقتنا، هل ده وليد الحدث ده؟ هل وليد الحدث من وقت 48 ووجود اسرائيل في الشرق الاوسط نقدر نقول انه روح الكراهية اللي مسيطرة على الشعوب العربية والاسلامية من يوم 48، من وعد بلفور مثلا 1917؟ الامور دي ماشية ازاي يا جماعة؟ في ناس كتير جدا بتربط الروح دي اللي مسيطرة على الشرق الاوسط يقول لك بسبب وجود اسرائيل، بسبب الحروب، بسبب تآمر الامريكان على العرب والمسلمين، بسبب ان الغرب بيحسد العرب والمسلمين على نعمة الاسلام اللي هم موجودين فيها. هل فعلا التحليلات دي والتبريرات دي صحيحة؟ هل روح الكراهية اللي مسيطرة على الشعوب العربية والاسلامية بشكل خاص وعلى المسلم بشكل عام، ايا من كان المسلم وايا كانت، وعلى كتير، مش عايز اعمم على المسلمين كتير، على الاغلبية الكبيرة جدا من الشعوب العربية والإسلامية، هل ده فعلا نتيجة لشعورهم ان الغرب الامريكي بيتآمر معاهم وبيتآمر عليهم وبيحسدوهم على نعمة الإسلام؟ هل هو ده التفسير؟ هل يعني سيادة روح الكراهية والبغضة ورغبة الانتقام ورغبة، يعني في مشاهد كتيرة جدا مش عايز اتكلم فيها، او فيديوهات وقعت قدامي على ناس كتير جدا في فرنسا، بنتين مسلمات ماسكين بنت فرنسية ونازلين فيها ضرب، واحد في ايرلندا اعتدى على طفل وعلى ناس في بلجيكا. في روح كراهية كده ايا من كان المسلم او كتير من المسلمين بيحملوها وبتتحرك معاهم وموجودة في قلوبهم ايا كان المنطقة اللي بيتوجهوا فيها. في بعض التفسيرات بيقدمها المسلمين، هقولها وبعد كده ندخل في موضوع الحلقة وأقول لك إيه العلاقة بين الكلام اللي أنا بديت به الحلقة وموضوع حلقة النهاردة. التفسير الأول وجود إسرائيل، قال لك إحنا حاسين بظلم وإن في أرض اغتصبت مننا وإن مصر الرسول اللي هو المسجد الأقصى اتاخد مننا، ودي القبلة الأولى من المسلمين اتاخدت منهم، فبالتالي إحنا حاسين بالظلم وحاسين إن العالم يعني اغتصب حقنا، فنتيجة لده في نوع من الكراهية وروح كراهية يعني سادت وملت على الشرق الأوسط وعلى الشعوب العربية والإسلامية. ده التبرير الأول. التبرير الثاني بيقول لك إنه في يعني مؤامرة عالمية كبيرة جدا، الغرب والأمريكان وقوى القوى الليبرالية والعملاء والصهاينة والصهيونية العالمية بتتآمر على المسلمين بشكل عام، نتيجة لأنهم بيحسدوا المسلمين على نعمة الإسلام، ونتيجة لأنهم شايفين أن المسلم لو رجع للإسلام والقرآن هيبقى يعني دول هتتقدم، هم خايفين من رجوع المسلمين إلى القرآن والسنة، وخايفين من صحيان المجتمعات العربية والإسلامية، وخايفين من تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تبقى سبب عزة ونصرة وقوة للشعوب العربية والإسلامية، فبالتالي بيتأمروا عليهم عشان المسلمين ما يرجعوش للشريعة الإسلامية وما يرجعوش إلى زمن الخلافة ويكونوا يعني زي
قوة جبارة وجيش جبار يمثل خطر على مصالحهم على العالم كله. دي نظرية موجودة. طيب هل النظريات دي صح؟ هل اللي احنا بنشوفه وبنسمعه وبنقراه وبنشوفه في تعليقات الإسلاميين والصفحات الإسلامية والجامعات الإسلامية وكتير جدا وشريحة كبيرة جدا من المجتمعات الإسلامية، هل التبريرات دي صحيحة؟ ده سؤال أنا بطرحه. أم أن روح الكراهية والبغضة ورفض الآخر وتكفير الآخر روح متأصلة وأصيلة في العقيدة وفي الفكر الإسلامي؟ قبل ما أجاوب على الأسئلة اللي أنا طرحتها دلوقتي، عايز أطرح بعض الحاجات اللي من خلالها بحاول أساعد إخواتي المسلمين إن هم يفكروا بصوت عالي معايا. هل أمريكا وإسرائيل كانت موجودة وقت موقعة الجمل اللي تقاتل فيها كبار صحابة محمد وكم كبير وعدد من المبشرين العشرة المبشرين بالجنة، وسقط فيها الزبير وسقط فيها طلحة ووقفت عائشة أمام علي بن أبي طالب ووقف المسلمين أمام بعضهم البعض وأشهروا سيوفهم أمام بعضهم البعض وسقط أكثر من 9000 مسلم بسيف مسلم تاني؟ هل الصهيونية كانت موجودة في الوقت ده؟ هل أمريكا كانت موجودة في الوقت ده؟ هل إسرائيل كدولة كانت موجودة في الوقت ده؟ وماذا نقول عن موقعة نهروان؟ وماذا نقول عن موقعة صفين ما بين الحسين ومعاوية وسقط فيها أكثر من 60,000 قتيل مسلم بسيف مسلم آخر، وكانت في هذه المعارك حفظت القرآن ورفعوا القرآن على السيوف؟ هل إسرائيل كانت موجودة في الوقت ده؟ هل أمريكا كانت موجودة في الوقت ده؟ هل العالم كان في الوقت ده صاح وفايق للمسلمين وبيتآمر على المسلمين وخايف من قوة الإسلام ومن ما كانوا بيطبقوا الشريعة؟ ما كانوا رافعين المصاحف على السيوف؟ ما كان ولاة الأمر صحابة محمد؟ ما كان اللي بيقود الجيوش حافظة القرآن؟ وسقط الكثير جدا مما يسموا حفظة القرآن في هذه المعارك. طيب 70,000 ولا 60,000 اللي قتلوا في معركة صفين، وتسعة آلاف ولا 7,000 ولا 8,000، الأرقام يعني فيها اختلاف كبير جدا من 7 ل 9 ل 11 ل 15 في موقعة الجمل، دول راحوا فين؟ طب حروب الردة اللي قام بيها خالد بن الوليد على مسلمين لمجرد ان هم رفضوا بس، كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيعملوا كل حاجة، فقط رفضوا دفع الجزية وأمر بها أبو بكر الصديق وقادها خالد بن الوليد. طب الناس دي اللي ماتت دي والسيوف اللي طيرت رقاب والدماء اللي سفكت، كانت برضو في مؤامرة صهيونية أمريكية؟ كان برضو العالم الغربي موجود بيحسد المسلمين على نعمة الإسلام؟ ده اللي أمر بالحرب دي خليفة، كما يقال عنه خليفة رسول الله، صديق أبو بكر الصديق، كان على رأس الجيوش يعني صحابة محمد وحفظت القرآن وخيرت يعني أهل قريش والمدينة. طيب إذن التبريرات اللي بيقدمها المسلمين ويحاولوا يبرروا روح الكراهية اللي سيد عليهم دي تبريرات لا قيمة لها، تبريرات كاذبة وهمية ليست صحيحة، هي محاولة لإرهاب العالم عشان ما يتكلمش عن الإسلام، محاولة لتبرير كل موقف إرهابي وعملية إرهابية وكل حدث يعني يتواجد فيه مسلم يفجر أو يقتل، يقول لك أنتوا السبب، أنتوا اللي وصلتونا لكده، أنتوا اللي وصلتونا. هو باستمرار عايزين يرهبوا العالم، عايزين يخلوا العالم ما يتكلمش، عايزين يخلوا العالم ما ينقدش، عايزين يخلوا العالم يسقف لتصرفاتهم، عايزين يخلوا العالم صامت أمام الجرائم وأمام كل أحداث بتتم، عايزين يكرهوا بس العالم يحبهم، عايزين يقتلوا بس العالم يسقف لهم، عايزين يحشدوا الجيوش
وينهبوا البلاد بس العالم ما يتكلمش ولا يتحرك، بل بالعكس ده الـ 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 الأمور زادت، إنه عايزين العالم يتعاطف معهم في إجرامهم وتصرفاتهم وأفعالهم، وعايزين البلاد كلها تفتح ليهم. شفت فيديو امبارح على يعني أحد المنصات لمجموعة كبيرة جدا من المسلمين واقفين في لندن ومظاهرة كبيرة، لابسين الجلابيات البيضاء والدقون وعاملين تهليل وتكبير ويعني بينجدوا وبيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية في لندن. عايزين في أي مكان يطبقوا الشريعة الإسلامية، وهم هربوا من حكم الشريعة الإسلامية، هربوا وشافوا الشريعة الإسلامية وصلتهم لفين، في سوريا والعراق وفي سيناء وأيام حكم الإخوان وفي أماكن كتيرة جدا، وفي الثمانينات في الجزائر وأماكن كتيرة جدا، وشافوا في مشكلة. طب المشكلة دي جاية منين؟ النهاردة هنفتح الملف ده ونشوف أصل المشكلة ده جاي منين. هل يعني أنا فنت معاكو إن الموضوع مش موضوع متعلق ب موقف الغرب كما يصدر المسلم والإعلام الإسلامي باستمرار، إنه الحالة اللي فيها المسلم حالة الغليان وإحساس بالظلم وإحساس إن العالم بيكرهه وبيتآمر معاه، ده نتيجة لأفعال الغرب. لكن الحقيقة بقى فين؟ الحقيقة دي اللي هنتكلم فيها النهاردة. هل الإسلام العقيدة نفسها، هل العقيدة الإسلامية عقيدة تدعو إلى التسامح والتعايش السلمي وتحترم مواقف الآخرين وتحترم عقائد الآخرين وتحترم مناسبات وأعياد الآخرين؟ هل الإسلام يدعو إلى التعايش ما بين الناس؟ هل الإسلام فكر يدعو فقط إلى عبادة الله ولم يذهب إلى رفع السيف وإرهاب الناس وقتل الناس المخالفين والمعارضين وغزو البلاد تحت مسمى اسم الفتح وسفك الدماء تحت مسمى اسم الجهاد واغتصاب النساء تحت مسمى اسم ملك اليمين؟ ده ما صدرش من الإسلام؟ أو ده إنه الغرب والمستشرقين قدموا صورة مغلوطة؟ في بعض الناس يقول لك المستشرقين قدموا صورة مغلوطة عن الإسلام وصدروا للعالم أن الإسلام دين إرهاب ودين سفك للدماء ودين قتل ودين اغتصاب للنساء. طب تعالوا نشوف. أنا هسأل سؤال، لو النهاردة واحد طلب مني قال لي عرفني أو عرف لي إيه المسيحية، هقول له المسيحية أو أي دين، بلاش المسيحية، أي دين عشان تعرفه لازم تروح لأربع مصادر مهمة جدا. المصدر الأول الكتاب المقدس لدى الدين ده. المصدر الثاني المؤسس الأول للدين ده أو المنتسب إليه الدين ده. المصدر الثالث الأتباع والتلاميذ الأوائل اللي كانوا موجودين وملتفين حوالين المؤسس الأول للدين ده وكيفية حياتهم في علاقاتهم مع بعض وعلاقاتهم مع الآخرين. المصدر الرابع المنشأ اللي اتولد فيه أتباع الدين ده وطريقة تربيتهم وتثقيفهم وطريقة نظرتهم للعالم. دول أربع حاجات مهمين جدا، هقولهم تاني لأي باحث، لأي قارئ، لأي ناقد، لأي مفكر، لأي واحد عايز يعرف الحقيقة. إذا أردت أن تحكم على أي دين أو أي فكر أو أي عقيدة، انظر على أربع حاجات مهمة جدا. أنا هقول تاني، إذا أردت أن تحكم على أي عقيدة أو أي دين هي عقيدة سليمة ولا مش سليمة، دين سليم ولا مش سليم، انظر إلى أربع حاجات. أول حاجة خطاب الكتاب اللي اتأسس عليه الدين ده، الكتاب المقدس بالنسبة لأتباع الدين ده، الكتاب بتاعهم، مش بقصد الكتاب المقدس الكتاب المقدس، بقصد الكتاب اللي بيقدسوه. اتنين اللي أسس، المؤسس الأول اللي أسس الدين ده. تلاتة الملتفين حوالين المؤسس الأول للدين ده في دايرتين مهمين جدا، الدايرة الأولى علاقتهم مع بعض والدايرة التانية علاقتهم مع الآخرين. حاجة التالتة الشكل التعليمي والتربوي اللي
تسبب فيه الدين ده في إنشاء أجيال، طريقة تربيتهم، أفكارهم، نظرتهم للعالم، نظرتهم للآخر عاملة إزاي. طيب ناخد بقى الكلام الأربعة دول وفي دقيقة كده نطبقه على إيماننا المسيحي، قبل ما ندخل بقى على السؤال الكبير اللي أنا طرحته في بداية الحلقة، سؤال بتاع بداية الحلقة، هل الإسلام ديني يدعو إلى القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء؟ تقدر تقول آه، تقدر تقول لا، ده سؤال وأنا حابب أسمع الإجابات، ولا سيما من إخواتنا المسلمين ويقدموا الدلائل على الإجابات بتاعتهم سواء آه أو لا. طيب قلت إنه أي عقيدة، هقولها تاني ومعرفش لو المخرج يقدر يكتب لي الأربع حاجات دول على الشاشة، طبعا هقوله بصيغة يقدر يكتبهم قدام حضراتكم، إذا أردنا أن نحكم على سلامة عقيدة أو دين يجب أن ننتبه إلى أربع نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى الكتاب الذي يقدسه، فكره وتوجهه. النقطة الثانية المؤسس الأول، حياته وتعليمه وسلوكياته. النقطة الثالثة أتباع، الأتباع الأوائل اللي كانوا ملتفين حوالين المؤسس الأول في حاجتين، علاقتهم مع بعض وعلاقتهم مع الآخرين. النقطة الرابعة تأثير الفكر ده على الأتباع على مر العصور والأزمنة في طريقة نشأتهم وحياتهم وأفكارهم وسلوكياتهم ونظرتهم للعالم ونظرتهم للآخرين. دول أربع حاجات مهمين جدا إذا أردنا أن نحكم على سلامة الدين والعقيدة. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على المسيحية قبل ما أروح للسؤال الكبير اللي أنا طرحه قدام حضراتكم دلوقتي. المسيحية بتؤمن بالإنجيل، الكتاب المقدس، في عهدين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم هو رموز ونبوات وأحكام وإظهار شكل البشرية الساقطة في الخطية وفي الكراهية، وإن العهد القديم يتكلم عن وجوب حل، والحل ده مش هيجي من الإنسان، هيجي من السماء. المسيحية بتؤمن بالعهد الجديد، بتؤمن بالكتاب المقدس كله، لكن ترى في العهد الجديد إنه تتميم اكتمال الرسالة الإلهية في شخص المسيح وفي تعليمه وفي حياته وفي أفكاره وفي دعوته. فالنهاردة لما أقرأ الإنجيل أشوف الإنجيل بيقول إيه، العهد الجديد أشوف الإنجيل بيقول إيه، أشوف الموعظة على الجبل بتقول إيه. هل الموعظة على الجبل بتحرض على أو تعليم المسيح في الإنجيل أو حتى الرسائل، عشان محدش يقول لي العهد الجديد مش أناجيل بس أو موعظة على الجبل بس أو حتى الرسائل، هل تحرض على كراهية الآخر؟ إطلاق، أحبوا أعدائكم، سالموا جميع الناس، ده العهد الجديد. إذن أحبوا سالموا، هذا هو عنوان العهد الجديد، هذا هو منهج العهد الجديد، هذا هو فكر العهد الجديد، هذا هو الاكتمال الرسالة الإلهية اللي ما فهمهاش اليهود زمان، لكن جاء المسيح ليوضحها بطريقة عملية من خلال حياته. عشان كده قال لم أأتي لأنقض الناموس لأكمل، يعني أتممه في حياتي. يظهر الناموس من خلال حياة المسيح، من خلال أفعال المسيح، من خلال أقوال المسيح. ما عجز فيه الإنسان أمام الناموس عاشه المسيح وأظهره. هذا هو ما أتي لأنقض بل لأكمل، لأحقق وأتمم وأظهره أمام العالم وأمام الجميع. هذا هو المنهج الكتابي، الإنجيل. طب المسيح نفسه هو المؤسس الأول، حياته كانت عاملة إزاي؟ أفعاله كانت، هل مسك سيف؟ هل أرهب أحد؟ هل قاد حرب؟ هل كان موجود على رأس سرية أو غزوة؟ هل نادى بالحرب؟ بل المسيح قال كده عبارة صريحة لبطرس، ما أخذ بالسيف أو ما يؤخذ بالسيف بالسيف يؤخذون. يعني اللي منهجه السيف هيفضل السيف عامل في حياته باستمرار، واللي اتاخد بالسيف هيرجع بالسيف. ده المسيح حذر من استخدام القتل والسيف، وانتهر بطرس وانتهر تلاميذ من استخدام السيف. ده المؤسس. أتباع المسيح هل مسكوا سيوف في علاقتهم مع بعض؟ أحبوا بعضكم بعض وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب نحو بعضكم البعض، في محبتهم، في تواضعهم، في تقديمهم
لبعضهم البعض في علاقتهم مع الآخرين قالوا مبشرين بالكلمة لم يرفعوا سيف. تأثير ده على المجتمعات والأتباع باستمرار هتلاقي المسيحي متربي من مدارس الأحد يقدر الآخر ويحترم الآخر ويوقر الآخر ويقبل الآخر، وفي تربيته فيها محبة، في تربيته فيها تصالح، في تربيته فيها سلام. فأنا بكل حيادية بكل حيادية نقلت لكم الفكر السليم والفكر الأساسي والفكر الصحيح إذا أردنا أن نتحدث على المسيحية في أربع اتجاهات أنا اتكلمت عنه. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الإسلام في الاتجاهات الأربع اللي أنا اتكلمت عنها دلوقتي، أقدر أقول الإسلام إيه؟ أقدر أقول الإسلام إيه؟ أنا مش عايز أنا أتكلم عشان محدش يقول لي أنت كنت يعني مش محايد وانت اتكلمت بطريقة يعني فيها تحيز واتكلمت بطريقة فيها يعني ضد تحيز ضد الاسلام. تعالوا نشوف المسيحية بتقول ايه، الاسلام بيقول ايه، تعالوا نشوف المؤسس وبعد كده نشوف الكتاب القرآن بيقول ايه، ونشوف الصحابة عملوا ايه مع بعض، ونشوف تأثير ده على المجتمعات الإسلامية. الأربع نقاط اللي أنا اتكلمت عنها عشان نقدر نعرف إجابة السؤال، هل الإسلام دين يدعو إلى القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء ولا لا؟ نشوف أول حاجة قالها المؤسس نبي الإسلام محمد، قال إيه؟ خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع نتابع مع حضراتكم. خلونا نشوف الفيديو. البخاري رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. ده أول حاجة، أول تعريف للإسلام. لو أنا بتخيل، ما تزعلوش مني، بتخيل عشان ما حدش يطلع يقول بتهاجم وبتعمل ولغتك، لا بتخيل ان بعمل لقاء او قناة، بلاش انا، قناة النهاردة بتعمل لقاء مع نبي الاسلام، بنتخيل كانت موجودة في ذلك الوقت وبتعمل لقاء مع نبي الاسلام، ماذا تقول للعالم يا محمد نبي الاسلام؟ ماذا تقول للعالم؟ لماذا اتيت؟ قبل ما اجاوب او قبل ما اخلي نبي الاسلام يجاوب، مش انا اللي اجاوب، لو نفس السؤال ده طرح للمسيح، لو نتخيل ان في ذلك الزمان كان في قناة فضائية او مراسل او صحفي او مذيع عنده برنامج وقابل المسيح وقال له: ماذا تقول للعالم ولماذا اتيت الى العالم؟ هيكون اجابة المسيح، انا مش بخترع اجابة، الاجابة دي موجودة في الانجيل: اتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم افضل. هذه اجابة المسيح. لكن النهاردة او بنفس الطريقة لو السؤال ده طرح لنبي الإسلام بنفس الطريقة بدون ما أنا أجاوب، أنا خليت المسيح هو اللي يجاوب النهاردة، ما بأي إجابة، إيه الإجابة اللي هيجاوب بيها نبي الإسلام؟ أنا عرضت الفيديو لكن هستأذنكم نعيده تاني، اسمعوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول حاجة هيجاوب بيها نبي الإسلام أو أول إجابة أول سطر في تعريفه للمنهج الإسلامي يجاوب بيها نبي الإسلام، كما أول سطر في تعريف المسيحية أجاب بيها المسيح: أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل، الإجابة اللي قالها نبي الإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. أمرت أن أقاتل الناس
يعني في امر صادر ان اقاتل الناس. ما حدش يقول لي اقاتل الناس معناها حرب دفاعيه، لا، امرت ان اقاتل حتى يشهدوا. لو حرب دفاعيه ما قالش امرت، كان ممكن يقول مضطر ان اقاتل حتى اثبت الناس على الشهاده. لكن هنا بلاش التلاعب بالالفاظ وبلاش اللعب ده، عشان احنا فاهمين الامور دي، وانا كنت مسلم وعارف. فبلاش تدخل تصدر لي تقول لي دي حرب دفاعيه، امرته يعني هو الناس هتيجي تقاتله فهو هيقاتل. لا، امرته ان اقاتل. حتى الاستثناء الوحيد الذي يقول عنه نبي الاسلام انه يتوقف فيه عن قتال الاخرين ومحاربه الاخرين وغزو الاخرين هو حتى يشهدوا. فلو حرب دفاعيه ما كانش قال حتى يشهدوا، كان قال حتى يثبتوا على الشهاده. لكن هنا حتى يشهدوا، وان فعلوا هذا عصموا مني. يعني دي مش جهاد دفع، ده اسمه جهاد طلب. يعني ايه؟ يعني حرب على الاخر لحد مش هسيبه الا لما يشهد او يدفع الجزيه. نكمل الحديث. ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. ده الحديث. قال الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. الجملة الشرطية تفيد أنهم إذا قاموا بذلك وجب علينا أن نخلي سبيلهم لأنهم دخلوا. هذا الحديث متوافق مع النص القرآني في سورة التوبة آية 5. ده مش نص، مش حديث فقط، فالقرآن يقول في التوبة 5 ما يقوله الحديث: قاتلوا المشركين. هذا والنص القرآني، هذا والنص القرآني في التوبة 5، وهذا والحديث يقول كده، ان الشرط الوحيد عشان نخلو سبيلهم ان يشهدوا. ان تابوا فخلوا سبيلهم. ان تابوا يعني ان نطقوا الشهادة. يعني انت جاي تدعو لله ولا جاي تقتل الناس حتى يشهدوا انك رسول؟ ما حدد اتجاه. ده جاي تدعو لله، انبياء كتير دعوا لله لم يقاتلوا احد ولم يقتلوا احد، لكن اشمعنى انت؟ ما المسيح قبليك دعا. لنعتبر يا اخي، لنعتبر ان المسيح نبي دعا الى الله. هل حتى في الروايه الاسلاميه عن المسيح، حتى في الروايه الاسلاميه عن المسيح كباعتباره نبي، في الروايه الاسلاميه بتقول ان المسيح قاد جيوش او رفع سيف؟ ما هو دعا الى الله. لماذا لم يقتل الناس ويقاتل الناس؟ ليه انت النبي الوحيد اللي جاي مامور بالقتل وسفك الدماء حتى يشهدوا؟ ان خلوا سبيلهم يعني اخلوا سبيلهم بشرط واحد: ان تابوا. ان تابوا ده الشرط الوحيد. وفي الحديث: ان اعلنوا اعترافهم وايمانهم ونطقوا الشهاده. ده في الحديث. يبقى الاجابه من نبي الاسلام انه جاي يقتل الناس. نكمل الحديث. ومفهومها ان لم يفعلوا فاننا لا نخلي سبيله، وبين هذا بالحديث. امرت ومفهوم ان لم يتوبوا ويفعلوا ينطقوا الشهاده ويدخلوا الاسلام لن نخلي سبيلهم. ويستشهد الشيخ ويقول هذا هو منطوق النص القراني وهذا هو منطوق الحديث. فالنص القراني، انا قلت هنستند على اربع حاجات: النص القراني، المؤسس، الاتباع، تأثيره على الأتباع عبر العصور والأزمنة وفي كل مكان. تعالى النص القرآني بيقول إيه؟ توبة 5. تعالى المؤسس بيقول إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس. نتابع النص الحديث. الناس والآمر له هو الله عز وجل، وكلمة الناس عامة. محدش يطلع، لأن في مدرسة كده بتحب تستظرف كتير قوي وتلف وتغير المعاني، ويقول لك كلمة الناس ليست كلمة عامة، كلمة الناس المقصود بها في ذلك الوقت أهل قريش بس. لكن الشيخ بيقول لي كلمة عامة لم يقتصر بها نبي الإسلام على فئة معينة من الناس أو زمن معين من الناس. فهل النهاردة يطلع شيخ يقول لي أن التوبة 5 آية غير صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا الحديث
حديث غير صالح لكل زمان ومكان، هتقدر تقول لي كده؟ هصدقك لا، في تفسيرك لكلمة الناس أن كلمة الناس ليس كلمة عامة لكن تخص أهل قريش وتخص زمان، هصدقك لو طلعت قلت لي أن النص في التوبة 5 والحديث ده ليس صالح في كل زمان ومكان. لكن لو ما قلتش كده يبقى كلمة الناس هنا كلمة عامة يستخدمها المسلم باستمرار، ويستخدمها أي حاكم إسلامي يسير على خطى الشريعة الإسلامية باستمرار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. نكمل. الناس كلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلا أقلب أقلب الشريط. ولكن هذا العموم يستثنى من بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون. هذا العموم يستثنى منه من أعطى الجزية فقط أو أعلنوا الشهادة، نطقوا الشهادة يعني فقط. ده النص القرآن. يبقى السؤال اللي أنا طرحه، هل الإسلام دين يدعو إلى القتل؟ بإجابة نبي الإسلام وبإجابة الكتاب القرآن في التوبة 5، آه يدعو إلى القتل. ما عنديش إجابة تانية. عندك إجابة تانية اطلع قول لي، ما تلعبليش بالألفاظ وتجيب لي آيات من سور مكية. لا، تعال رد لي على الآيات دي، تعال قول لي الآية بتاع توبة 5 ما تسمى بآية السيف، وتعال قول لي الحديث ده تفسيرك أنت ليه إيه. ما تاخدنيش في حتة تانية، لا مش هسمح لأي مسلم يدخل لي في حتة تانية. عايز تجاوب عليا جاوب عليا في التوبة 5 وفي الحديث ده. هل ده الحديث الوحيد اللي يصرح فيه نبي الإسلام ويعرف لنا عن هوية دينه، ايه هو الدين بتاعه؟ تعالوا نشوف حديث تاني. ماذا قال نبي الإسلام امام اهله وعشيرته وبني عمومته؟ نسمع. اذا ذهبنا الى جانب اخر، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل لنفر من مكة، ونستمع القصة لحضرتك، لقد جئتكم بالذبح؟ وفي أي مناسبة؟ الحديث صحيح. صحيح. نعم. نستمع للحديث. رواه البخاري مختصرا في كتاب خلق أفعال العباد. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. بطوله، وسأذكر رواية الإمام أحمد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه. نعم. ورواه البيهقي في الدلائل، وهذه لها إشارة. وراه ابو نعيم في الدلائل، وهذا ايضا لها اشاره. تمام. اسمعوا يا جماعه، خذوا الحديث الامام احمد فهي اطول الروايات. ايوه. قال اي عروه، سالت عبد الله بن عمرو بن العاص. تمام. وقلت ما اكثر ما رايت قريشا قد اصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عليه رضوان الله، حضرتهم يوما وقد اجتمع أشرافهم في الحجر. حجر الكعبة. أئمة الكفر. ممتاز. فقاتلوا أئمة الكفر. تمام. إنهم لا إيمان لهم. طيب. عارفين مين هم أئمة الكفر اللي بيتكلم عنهم حسننا؟ بني عمومة محمد نبي الإسلام، أولاد عمه، أقاربه، قبيلته، أهله، عشيرته، أطلق عليهم أئمة الكفر وقال قاتلوا أئمة الكفر. على مين يا جماعة؟ أنا عشرته أهله. فأنت جاي النهاردة رحيم بأهلك ولا بتقتل أهلك؟ حتى لو هم مش قادرين يصدقوا أنك نبي، تقتلهم ولا ترحمهم؟ فين إن الله يحب المحسنين؟ فين والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ أنت بتقول شعارات أنت ما بتعيشهاش، بتقول كلام تصدره للآخرين، وانت عكس الكلام ده. أنت تتكلم لكن أفعالك تظهر عكس ما تتكلم به. ليس كسيدك المسيح. المسيح كان يفعل ما يعلم به، لكن نبي الإسلام قال شعارات في داخل القرآن، القاظمين الغيظ والعافين عن الناس وإن الله يحب المحسنين، وهو يوصف أهله وإعمامه يوصفهم أئمة الكفر. والأكثر من كده إيه؟ يؤمر
بقتالهم، قاتلوا اقتلوا أئمة الكفر. إن كنت أنت مش رحيم في أهلك هتبقى رحيم في الناس؟ في مثل يقولك اللي ملوش خير في أهله ملوش في خير في حد. أنت مالكش خير في أهلك، هيبقى ليك خير في حد؟ نكمل. قال لهم إيه؟ التهود والتفت إليهم وقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالذبح. عندي حاجتين يجيب بها بهما بالحاجتين نبي الإسلام عن السؤال اللي موجه لي: لماذا جئت إلى العالم يا نبي الإسلام، وما هي أسس دعوتك؟ يقول الإجابة الأولى: أمرت أن أقاتل الناس. والإجابة الثانية كان يوجهها إلى أهله وعشيرته: جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح، ردوا لي على دول. يا جماعة أنا كافر من وجهة نظركم، وأنا مرتد عن الإسلام من وجهة نظركم، ادخلوا أجيبوني على السؤالين دول، على الحديث ده والحديث ده، حديث أمرت أن أقاتل الناس وحديث جئتكم بالذبح. في نبي يقول جئتكم بالذبح؟ طيب انا عارف ان كان في تليفونات كتيره، فقدنا اخونا الفاضل الاخ فادي من كاليفورنيا، فقدنا اتصالات كتيره جدا كانت موجوده. هاخد بعض الاتصالات وهمشي معاكم خطوه خطوه ايه هي الاجابه اللي قدمها لينا النهارده نبي الاسلام على السؤال الطويل: هل الاسلام يدعو دين يدعو للقتل؟ الاجابه الاولى: هل الاسلام دين يدعو للقتل؟ أجاب نبي الإسلام وقال: في أي إجابة؟ في التوبة 5. وفي أي إجابة؟ أمرت أن أقاتل الناس. وفي أي إجابة؟ قد جئتكم بالذبح. هنجاوب بقى: هل الإسلام دين يدعو لسفك الدماء واغتصاب النساء؟ الشق الثاني من السؤال هجاوب عليه، بس بعد أخذ بعض التليفونات. معنا الأخت نهال من لندن. سلام المسيح أخت نهال، اتفضلي حضرتك على الهواء. يا أخ أندرو برحب بحضرتك وبصلي دايما من أجل برنامج حضرتك أن يفضل منارة لإعلان الحق بكل جرأة وبكل مجاهرة، ولا شك طبعا أن الله بيسمع لصلاتي وصلاة غيري، والدليل هي الثمار اللي بنشوفها بعينينا وبنسمعها بوداننا من ناس بتترك الإله المزيف وبتجري نحو الإله الحقيقي. والحقيقة النهاردة مش هتكلم كتير، لكن تعليق البسيط بغض النظر عن الأديان، لكن أنا هحكم كأي شخص عادي وهقول أي دين يلغي حريتي وحرية اختياري ويحكم علي باعتناقه بالغصب وبالإجبار يجب أن أضع عليه علامة استفهام. صحيح. وكلنا شايفين أن الدين الإسلامي إزاي انتشر وعمال يبذل قصارى جهده في أنه يستمر بالغصب وبالإرهاب وبالغزوات وسفك الدماء واغتصاب النساء، فده في حد ذاته يخليني أتساءل في قرارة نفسي: هل بجد الدين الحقيقي اللي مبادئه جاية من الإله الحقيقي يحتاج لكل هذا؟ سؤال يرد عليه كل مخلص باحث عن الحق، والرب يباركه. شكرا جدا، ربنا يباركك، وأتمنى أجد إجابة. معنا أخونا فادي، أهلا بك أخ فادي، الرب يباركك، تفضل. اهلا بيك اخ فادي، حضرتك على الهواء، اتفضل. انا هو الصوت بعيد شويه، بس انا كنت عايز اقول يعني لو الصوت واضح حضرتك، انا تجربتي انا الشخصيه يعني مع ام عيالي اللي عشتها 10 سنين لما عرفت ان انا بقيت مسيحي، قالت لي كده وهي عينيها في عينيا، قالت لي انا جوزي كان اسمه فلان، لان انا ما اسميش فادي يعني في الاوراق، ومات. وده وهي يعني يعني امانه المسيح، هي ست طيبه جدا وست اخلاقها عاليه جدا، ويعني هي مش طباعها مش حتى يعني هي كست، هي كواحده طباعها كويسه جدا جدا، بس الاسلام هو اللي خلاها تاخد الموقف ده مني. انا كان جوزي اسمه كذا ومات، انت مش جوزي. فده باختصار الاسلام، ده زي ما المسيح ما قال: من ثمارهم تعرفونه. بس فيعني الاسلام بيحض على الفرقه ويحض على القتل. ايوه طبعا. ايوه طبعا، ده موجود في القران نفسه، يعني دي ايات واضحه جدا جدا في القران. يعني اللي عايز ينكرها
يبقى هتنكر القرآن كله. أتقتلون أتؤمنون بالكتاب، مش فاكر الآية بتقول إيه في القرآن، ولكن يعني أنتم بتكفروا ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض بس. فيعني يا ريت الناس تبقى موضوعية في يعني في إنها بس تفكر في عقيدتها. شكرا حبيبي، ربنا يباركك. فادي، في أخ مسلم كاتب لي قال رسول الله لا تقتلوا شيخا ولا صغيرا ولا طفلا ولا امرأة. طيب يا حبيبي أنا هرد عليك على الفكرة اللي أنت قايلها. اسمع ماذا فعل نبيك مع بني قريظة. اسمع اسمع نبيك نفسه اللي قال الكلام ده. القرظي قال كنت في سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت فجعلوني في السبي، فكان ذلك سببا في إسلامي. اسمع يا أخونا شا أو معرفش اسمه إيه، كاتب آهو شا را لك ولا لالا. اسمع الشيخ بيقول إيه في سبي وقتل رجال بني قريظة. قتل نبيك وأمر بقتل نبيك عندما حكم سعد بن معاذ بقتل المقاتلة أو الرجال، قتل الرجال والشيوخ لم يستثنى أحد. اثنين، عرّل أولاده الأطفال وبص في منطقة العورة وشاف الشعر بينبت ولا لا. من أنبت شعره قتل، ولم ينبت شعره استثناه وضعه في السبي، وأخذ النساء في السبي. ماذا فعل بالنساء يا أخي؟ باعهم في سوق العبيد. هو ده نبي. أنت بقى الآية اللي جايبها من سفر صموئيل الأول، روح راجع سفر صموئيل وشوف الحديث كان بين مين ومين، وشوف الموقف في الوقت ده كان لإيه. النهارده أنا بكلمك عن تعاليم العهد الجديد. تعاليم العهد القديم ده تعاليم ناموس لها وضعها وزمانها. أنا ما بقولش على تعاليم العهد القديم تعليم ألغيت، لكن أنا أقول أنها تعليم محكومة بالزمان والمكان. هل أنت تقدر تقول لي التوبة خمسة وأحاديث نبيك محكومة بالزمان والمكان؟ ما تقدرش. ما تقدرش. تدافع بس. بس ما تقدرش. عشان كده أنا خليت الشيخ بتاعك هو اللي يجاوب نبيك عمل إيه في أطفال بني قريظة. ناخد معانا الأخ عادل. أهلا بيك أخ عادل، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بك يا اخ اندرو، سلامي ليك ولجميع المشاهدين. رب يبارك حبيبي. اسمح لي ازيد، حضرتك قلت اربعه واقول انا الخمسه بعد اتفضل. اذنك اتفضل. مصداقيه الكتاب. في بدايه الكتاب في سفر التكوين 9:5 اعلن السيد الرب الاله على لسان عبد نوح من الاف السنين من بداية تكوين الأرض، قال نوح ملعون كنعان، وكنعان هو حفيده. نعم. فلعنه هو وأرضه، ونحن نرى الآن ما يصير على أرض كنعان. مع العلم أن نوح الجيل العاشر لآدم. ويتضح جليا للجميع أن أغلب مشاكل العالم وقضاياه قد حلت إلا هذه القضية. فهل يستطيع نوح أن يتنبأ عما سيحدث بعد وفاته على ما يحدث على الأرض بآلاف السنين؟ بالطبع لا. وهنا دليل واضح وأكيد يا أحباء المسلمين وبالذات الشيوخ أن الكتاب المقدس هو كتاب الله الوحيد. ولأنه من المستحيل للإله القدوس البار أن يكون لجلاله كتابين يناقض أحدهما الآخر، وأيضا كلامه لا يتبدل ولا يتغير. من كل ما تقدم يا أحباء يا مسلمين، يثبت لنا بكل يقين أن الكتاب المقدس هو الكتاب السماوي الوحيد. شكرا يا أخ. شكرا جدا، ربنا يباركك. أشكرك. معنا الأخ إيهاب. أهلا بك أخ إيهاب، تفضل. سلام المسيح. اهلا بك اخ اندرو، تحياتي ليك. ربنا يباركك ويعوضك ويبارك في قناه الكارما. شكرا أنا بس جدا. عاوز ارد على كام نقطه كده بسرعه. اولا اللي بيقولوا ان يعني الغرب الكافر يعني بيغير من المسلمين والاسلام، طب احنا يعني الغرب الكافر ده
لو هو غيران من المسلمين ونعمة الإسلام طب ما يدخل الإسلام، لو هو كانت عملية غيرة إيه اللي منعه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية يعني هنغير من الإسلام ليه ومن المسلمين ليه وهنغير من أمة ما أنا بقارئ ليه؟ هل عشان تفوقوا في الطب النبوي؟ هل عشان تفوقوا في بول البعير؟ هل عشان تفوقوا في الحبة السوداء؟ يعني يكفي إن شيخ الأزهر نفسه بيروح يتعالج عند الكفار والأنجاس والفرنجة، وهل يعقل وهل يليق إن طب الكفار والأنجاس والفرنجة وطب الغرب يكون أصدق وأفضل ويتفوق على طب إله الإسلام؟ ده اللي بيدل على إنه إله كذاب ونبي كذاب. دي حاجة. الحاجة الثانية، تعال شوف معجزات السيد المسيح وإخراج الشياطين وشفاء الأمراض. محمد ما عرفش حتى يخرج الشيطان من على نفسه ومات مسموم. تعال شوف قبر المسيح اللي هديله 2000 سنة بينبعث منه النور والمعجزات لغاية دلوقتي، لكن شوف قبر محمد. تعالى بعدين حكاية ما جئتكم إلا بالذبح وحكاية أمرت أن أقاتل الناس. أنا عرضتها دلوقتي، عرضت هذه الروايات. من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر. أمين. الحاجة الأخيرة أن المسلم لا يملك حرية أن هو يغير عقيدته ويخرج من الدين الإسلامي، وإلا يقتل ويقام عليه الحد. وحيث لا حرية فلا كرامة إنسانية. شكرا جدا أخي إيهاب، ربنا يباركك. الأخ برضو بيقول أن الرسول نهى عن قتل النساء، طب لماذا أمر وهلل عندما قتل الأعمى زوجته؟ ولماذا أمر بقتل العصماء؟ ولماذا أمر بقتل أم قرفة؟ ولماذا أمر خالد بن الوليد أن يقتل امرأة كانت تهجو نبي الإسلام؟ بطلوا الكلام عشان الروايات تدينكم، الروايات مش هينفع تجميل الإسلام. أنت تتحدث مع مسلم سابق. ناخد فيديو ونرجع ناخد بعض التليفونات. لكن ده إنسان غبي جدا ومش فاهم دينه. اسمع. اللي يقولك النبي قعد 13 سنة في مكة ما قالش لحد مش عارف إيه، لأنه ما كانش ممكن. لم يكن ممكنا. أيوة. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام وراح المدينة المنورة وأقام الإسلام هناك وبقى الدولة، كعب بن الأشرف سب النبي وسب نساء النبي وقعد يعمل شعر مع نساء النبي، بعت له على طول محمد بن مسلمة جاب رقبته. ايه الغبي ده اللي مش فاهم حاجه في دينه، اللي بيقول لك النبي اهدر دمهم وعفى عنهم جميعا، كذاب كذاب ولا فاهم حاجه في دينه يا رشوان، اللي هو الكائن الحي ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك 10 في فتح مكه اذهبوا فانتم الطلقاء الا 10 تقطع رقابهم ولو تعلقوا باسطار الكعبه. عبد الله بن خطر، مقيس بن صبابه، هبار بن الاسود، الحويرث بن ابي نقيب، وعبد الله بن سعد بن الصرح، وعكرمة بن أبي جهل، دول 6 رجال. 4 بقى من النساء، هند بنت عتبة بن ربيعة، سارة، فرنت أرنب. 4 من النساء نبيك أمر بقتلهم لولا أن البعض منهم لحق نفسه ودخل في الإسلام عشان ينقذ حياته. 4 نبيك أمر بقتلهم. الأخ اللي موجود على البث اللي مش عارف فعلا على رأي وجد غنيم مش عارف دينه بيقول إيه، نشغله الفيديو تاني عشان خطب مقيس بن صبابه، هبار بن الاسود، الحويرث بن ابي نقيب، وعبد الله بن سعد بن الصرح، وعكرمه بن ابي جهل، دول 6 رجال. 4 بقى من النساء، هند بنت عتبه بن ربيعه، ساره، فرنت ارنب. ساره فرنت ارنب. 4 من النساء فيما يسمى فتح مكه نبيك امر بقتلهم. ما رايك عزيز المسلم اللي بيتابعنا؟ ناخد فيديو تاني وبعد كده هل الإسلام يدعو لسفك الدماء؟ سمعنا الإجابة من وجد غنيم، أمر بقتل كعب بن الأشرف، أمر بقتل أبي رافع، أمر بقتل ناس كتير جدا سفكت دماؤه. نسمع صفوت حجازي بيقول إيه. واحد أو وجد غنيم، العدل ومش عارف الحوتة انتصر على السيف. لا يا حبيبي، الأرض فتحت بالسيف والقلوب فتحت بالدعوة. كان الأرض فتحت بالسيف والقلوب فتحت بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم، جعل رزقي تحت ظل رمحي.
ايه يعني؟ تخيل بقى، تخيل امه الجهاد امه بتقول لك رزقي تحت ظل رمحي، يعني انا بقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى وربنا اكرمني بعمل بحث. وفي نبي جه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، اللي يقول كده ده يا جماعه يوصف نفسه بانه ايه؟ قاطع طريق، مفيش تفسير تاني، قاطع طريق. جعل رزقي تحت ظل رمحي، اللي يقول كده قاطع طريق، ملهاش تفسير تاني، قاطع طريق. في نبي، في نبي يا جماعه، في نبي جاي يدعو الناس للهدايه والايمان بالله، يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، ده قاطع طريق، ده قاطع طريق، ملهاش تفسير تاني، قاطع طريق. نكمل. غنائم، تاخد الغنائم من الاعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم، فكان اغنى رسول، كان مليونير، مليونير. ناس بتقول لك طب هو كان بيشتغل ايه؟ بياخد الخمس في الغنائم. يعني لما اسال مسلم النبي كان بيشتغل ايه؟ هيقول لك النبي ورهن درعه والافلام المسكنه دي اللي بيقدموها لنا على القنوات الفضائيه العربيه والاسلاميه. لكن تعالوا نشوف الشيخ وجدوني، وده اللي موجود جوه الكتب، لكن مشكله المسلم انه ما بيقراش. ماذا كان يعمل نبي الاسلام؟ الوظيفه بتاعته، بخلاف انه قال عن نفسه انه نبي، وظيفته كان يعمل ايه؟ بياخدوا الخمس من الغنائم. وظيفته ان ياخدوا الخمس من الغنائم، بيصرف من خلاله وبياكل ويشرب وفاتح 11 بيت. 11 بيت يا مسلم، نبي كان عنده 11 بيت. كل بيت فيه زوجة أو جارية أو ملك يمين، ومع الجواري اللي مع الزوجة دي، والإماء اللي كانوا مع الزوجة دي، 11 بيت. وتقول لي رهن درعه 11 بيت، كان بيشتغل إيه؟ بياخدوا الخمس من الغنائم، كل ما يقوم بغزو أو سرية الخمس من الغنائم. هذا هو، هذه هي كانت وظيفة نبي الإسلام. هل الإسلام يدعو للقتل وسفك الدماء؟ الإجابة نعم. منين؟ من اعتراف شيوخك واعتراف نبيك نفسه. ما تجيش تبرر نبيك اللي قال كده. نكمل الفيديو. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 11 سنة في المدينة المنورة، أكثر من 25 غزوة وسرية أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. كان نحو 25 حرب. في حدود يعني، هو اكثر يمكن شويه. كانت في المدينه المنوره 11 سنه، يعني بمعدل 25 حرب. صبر مشهور يقول لي وجد غني 25 حرب؟ لا يا استاذ صبر مشهور، يا شيخ وجد غنيم، كانوا هناك 27 غزوه بخلاف السرايا اللي ارسله نبي الاسلام. يعني بمعدل كل شهر، كل ما المؤن تخلص والغنائم تخلص، ابعت غزو، ابعت سرية، هاتوا الخمس من الغنائم. لا الأخت اللي كاتبة حنان دي ولا محفوظ، الجهل مصيبة ولا علاقة لكم بالعلم. طيب يا جماعة، ما تدخلوا تشرحوا لنا انتوا يا علماء، يا علماء ادخلوا اشرحوا لينا الأحاديث دي بتتكلم عن ايه. يلا يا علماء ادخلوا اشرحوا لينا. نكمل. كام شهر كده يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات الكبيره، او يبعث السرايا للقبائل المحيطه. يعني كل بضعه شهور الرسول في حرب. بالظبط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله ما بيبقاش قاعد كده، لا، يا خير الله اركب لي على طول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال ايمان بالله ورسوله، ايمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيل. عليكم. قوة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو وسفك الدماء. طيب خلونا ناخد تليفون معانا. توما، اهلا بيك توما، تفضل. مساء الخير يا خالد، مساء النور، يبارك في حياتك ويبارك في برنامجك. الرب يبارك فيك. انا بس كنت عايز اتكلم حتى بس بسيطه خالص، ما فيش فرق بين المسيح ونبي الاسلام، لكن انا عايز اقول يعني لو ما فيش فرق. ايه؟ مش عارف توما قال ما فيش فرق، فقد الاتصال. معانا نهى، اهلا بيك اتفضلي. سلام ونعمك اندرو. سلام المسيح، اهلا بيك اتفضلي. اخ اندرو، يعني انا ما اصدقني مع يعني برنامج واضح ودلائل 100%. يعني شو الخدمات
اللي اجى محمد البشرية، قتل، كراهية، هم نفسهم بعضهم يقتل بعضهم، والجنس وال... يعني هذول هم ما يسمعون الشيوخ، يعني ما بعرف صدقني، يعني حيرة ويا هذا العالم. ربنا يفتح الأذان وربنا ينور العيون، بنصلي لأجلهم يقدروا يشوفوا الحقيقة لأجلهم ولأجل الكل. ربنا يباركك أختنا، شكرا جدا، ربنا يباركك. معنا الأخ نبيل، أهلا بيك أخ نبيل، اتفضل. ألو، الله يخليك يا فندم، أهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. عليكم لو تعلي صوتك وتبعد عن أي جهاز شغال، كده تفتح خالص قريب، ابعد عن أي جهاز شغال وعلي صوتك لو سمحت، وكلمني بس من التليفون. كلمني بس من التليفون، ابعد عن أي جهاز شغال جنبي. مساء الخير أستاذ أندرو، أهلا بيك، مساء النور. الله يخليك يا فندم، اتفضل. طيب فقدنا الاتصال. صدقني يا فندم أنا مبسوط بك جدا. الرب يخليك، شكرا جدا أخ نبيل، ربنا يباركك. أنا بحييك خالص يا أستاذ أندرو. الرب يباركك، شكرا شكرا شكرا، رسالتك وصلت، ربنا يباركك. أستاذ نبيل فقدنا الاتصال، محمد محمود لو يرجع يتصل بينا تاني، أهلا بيك أخ محمد، فقدنا الاتصال مرتين، حضرتك دخلت وفقدنا الاتصال. خلونا ناخد الفيديو نشوف صفوة حجازي بيقول إيه. رسولنا رسول الرحمة، رسول العزة، رسول المحبة، يقاتل؟ نعم، لأن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتال سلام. كان الأخ شاب يقول لما تعرف الفرق بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة اطلع اتكلم. أنا أتحداك أنك تدخل تثبت أن الأحاديث اللي اتقالت من الشيوخ، مش أنا اللي قلتها. لو أنت بقى بتوجه لتام ده، وجهه للشيوخ، لأن الشيوخ هم اللي قالوا الحديث ده والأحاديث دي، والشيوخ لو هم بيقولوا الأحاديث دي قالوا أن الأحاديث دي صحيحة وفي أعلى قمة الإسناد، صحيحة. بطلوا اللعبة ده، يعني تضعيف الأحاديث دي لعبة كشفت، لعبة كشفت، تضعيف الأحاديث لعبة كشفت. هل حديث أمرت أن أقاتل الناس ضعيف؟ ادخل اقول لي او لا. بطل الجهاد على الفيسبوك ده، الأرقام موجودة على الشاشة، بدل ما تجهد على الفيسبوك وتكتب إنه أنها أحاديث ضعيفة وأنا مش عارف أفرق بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، ادخل اتكلم معايا. ليه تجاهد على الفيسبوك؟ ادخل اتكلم معايا، في ارقام، صدقني الارقام دي مش هتكلفك اي حاجه خالص، هتتكلم وكانك بتعمل اتصال داخلي باقل، مفيش تكلفه نهائي، مفيش تكلفه نهائي. ادخل اثبت لي ان الاحاديث دي ضعيفه، وانا اتعهد لك على الهوى مديون، لو اثبتت لي ان الاحاديث دي ضعيفه مديون بالاعتذار لك على الهوى، واعلمك صموئيل الاول ده بيتكلم عن ايه، والايات اللي انت جاي عمال تجيبها وتحشرها من العهد القديم ومكسوف من احاديث نبيك. اتمنى ان اجد الرجوله والقوه والجراه في الاتصال وتدخل تثبت ليا ان الاحاديث ضعيفه. نسمع صفوة حجازي. قتال رحمه، كان قتال محبه، كان يقاتل من يمنعه ان يبلغ رسالته. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم تسمع إلى الأبواب مطاردا لقافلة من قوافل قريش، ولكن تفوته هذه القافلة. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة العشيرة، وكانت غزوة العشيرة هي نفس السبب خروجها، هو قافلة أبو سفيان التي خد بقى المفاجأة. بناء على صفة حجازي وبناء على البداية والنهاية لابن كثير وبناء على تاريخ الطبري، نبيك كان يقطع الطريق على القوافل، وسبب خروجه القوافل، سبب خروجه القوافل، ينهب القوافل. هو نبي ولا ينهب قوافل؟ هو في نبي أريد في الكتاب المقدس اللي انت عمال تألف فيه وجيب الآيات دي، أريد في الكتاب المقدس في نبي وقف على قراعات الطريق وعلى نواصي الطرق ياخد القوافل وينهبها وياخدها لنفسه؟ أريد الكلام ده موجود؟ اديني دليل. في الأخ أو الأخت حنان محفوظ بتقول الفتوحات كانت لتحرير الشعوب من الأنظمة
ومن وطأة الأنظمة والمثال في عصرنا. هاتيلي جواب واحد راح لعمر بن الخطاب من مصر أو شمال أفريقيا يستنجدوا بيه بالمسلمين ويقولوا لهم تعالوا حررونا. طيب رحتوا حررتوا الشعوب، ما تسيبوهم تقعدوا ليه؟ تقعدوا ليه وتفرضوا الدين واللغة ليه؟ وفي حرب اسمها غزوة، الغزوة يغزو أي يسير تجاه مكان ويسيطر عليه. اسمعي الشيخ بتاعك صفوت حجاز حجازي بيقول لك نبينا كان يقاتل. نعم يقاتل قتال محبة، وفي قتال محبة يا جماعة، وفي قتال رحمة يا جماعة، وفي قتال أطلع على نواصي الطرق أخد القوافل اللي جاية واعترض طرق القوافل واخد القوافل، وقوافل بياخدها منين والغنائم دي بياخدها منين؟ من أهله. أقول كده تعبير تاني، اللي ملوهش خير في أهله ملوهش خير في حد. خلص الكلام. معانا الأخ محمد محمود. أهلا بيك أخ محمد، تفضل. ألو ألو يا أستاذ أندرو. تفضل. ألو. أنت على الهواء. مرحب بيك. تفضل. أنا بتكلم على أنت بتقول قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا أنا ما كلمتش على دي. أنا ما كلمتش على أنا كلمت عن التوبة خمسة. نعم. واتكلمت عن الحديث. ما رحتش للآية دي. قول اللي أنا اللي خرج من دقيقة أمي. بس دقيقة. قاتلوا المشركين كافة كما برضه هيروح للآية أنا ما قلتهاش. كمل الآية. قول التوبة خمسة. قول التوبة خمسة. قولها قولها. انت التوبة خمسة. ما أنت ما أحد ضربك على خدك الأيمن اديله خدك الأيسر. هي دي التوبة خمسة يا شيخ محمد؟ هي دي التوبة خمسة؟ ليه تذكر ربع الآية وما تكملش الآية؟ طب ما تقول الآية، قول التوبة خمسة، قول على الهوى. قولها على الهوى. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. انت لو عندك مجتمع ومنهار برضو الاخ محمد ما راحش للتوبه خمسه، وضحت قوانين فيه، تيجي تقول اللي يسرق سامحوه واللي يقتل سامحوه ولا تقدمه للمحكمه. يا اخ محمد يا اخ محمد انا بدعوك على الهوى انك تقرا سوره التوبه خمسه. انا بقول لك التوبه خمسه، مش بقول لك اي ايه تاني. اقراها. فإذا انسلخ الأشهر الأحر الحرام، هل دي التوبة خمسة؟ هل الآية اللي انت قلتها التوبة خمسة؟ واضح يا أخي محمد انك انت مش حافظ قرآنك، واضح انك مش حافظ قرآنك. اسمع التوبة خمسة بتقول ايه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، مش قاتلوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا. دي تكملت الآية. أنت بتجيب لي آية تانية وتقول لي التوبة خمسة؟ يا أخي محمد روح راجع قرآنك اعمل معروف. عيب عيب على هوا تقول آية غلط. عيب تقول آية غلط. أنا بقول لك التوبة خمسة. خمسة التوبة خمسة. وهم اللي أنت بتقول إنهم قتلوا المسيح وصلبوه مش اليهود. هي دي التوبة خمسة؟ هي دي التوبة خمسة؟ قتلوا المسيح وصلبوه. هي دي التوبة خمسة؟ يا اخي محمد قول ما عنديش رد. انت لازم تقاوح. قول ما عنديش رد. قول مش عارف ارد. قول مش حافظ الايه. قول ما نسيتها. قول مش متذكرها. لكن النهارده ايه علاقه التوبه خمسه بصلب اليهود للمسيح؟ هسالك سؤال يا اخي محمد، هل كل اليهود صلبوا المسيح؟ هل كل اليهود صلبوا المسيح؟ انا عاوزك تقول لي في الايه. انت بتقول الايه قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة. يا رب يسوع يا راجل انا الايه قدامك. انا بقول لك على التوبه خمسه. رد لي على التوبه خمسه. ده واضح ان هو ما بيسمع نفسه. اقول لك تاني يا جماعه اسمعوني، انا اتكلم عن التوبه خمسه وعلاقه الحديث اللي في البخاري امرت ان اقاتل الناس بالتوبه خمسه. لم اتكلم عن الايه اللي بيقولها محمد خالص. محمد مش راضي يرد على الآية. اظهر له الآية اعمل معروف يا أخ المخرج. اظهر له الآية على الهوى اهي. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، مش قاتلوا، فاقتلوا. في فرق بين قاتلوا واقتلوا. ده لغة عربية يا أخ محمد. عيب. انت راجل بتدخل كأنك شيخ وبتتكلم بلسان المسلمين. عيب. دي لغة عربية. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اقتلوا المشركين. اقتلوا فعل أمر. إذا سلخ الأشهر الحرم الفاء بسببية. إذا سلخ فاقتلوا. إذا سلخ
فاقتله. اعمل ايه انا اكتر؟ هدرس لغه عربيه هنا ولا اعمل ايه يا جماعه؟ هسيب البرنامج وادرس لغه عربيه عشان خاطر الاخ محمد ومش حافظ قرانه؟ مش عارف يا جماعه احنا نعمل ايه مع اخواتنا المسلمين. يا جماعه روحوا راجعوا النص القراني بتاعكم. حاجه ثانيه، ايه علاقه توبه 5 باليهود صلبوا المسيح؟ ما مش عارف يا جماعه، حد عنده تفسير لايه علاقه التوبه 5 باليهود صلبوا المسيح؟ مش عارف. يمكن يرجع تاني اخونا محمد، فقدنا الاتصال. معانا الاخت فريال، اهلا وسهلا، اتفضلي. اتفضلي اخت فريال، حضرتك على الهواء. الاخت فريال يا جماعه موجوده؟ اخت فريال حضرتك على الهواء، نعتذر. الاخ محمد، بس الاخ محمد غير الاخ محمد اللي كان بيتكلم، الاخ محمد من امريكا، اهلا بيك اتفضل. اخ محمد الو، اتفضل حضرتك على الهواء. طيب شكرا لك استاذ اندرو، تحياتي لك وللجميع. مساله المسلمين هي اظن المساله هي اطول من الاسلام، عندها جذور عميقه جدا جدا. وهي خطه شيطانيه بدأت زي ما تعرف من نفيليم اللي هي الملائكة الساقطة، والشيطان استخدم فرعون لتدمير بني إسرائيل، واستخدم الرومانيون، والآن يستخدم الفلسطينيين والآخر. فالمسألة هي بحتا مسألة أو حكاية شيطانية. الإسلام يستخدم كما استخدمت أمم من قبله عشان تدمير يعني الشعب المختار أو المسيحيين واليهود. فنحن نصلي انه ربنا بيخفف المسائل كلها، وانا ما بتفق كمان مع ما تفعله قوات الاسرائيليه تدمير الاطفال والنساء والى اخره من الغضب وكده، بس هم بيحاربوا يعني فئات شيطانيه، وفئات شيطانيه معمقه تاريخيا. ربي يباركك حبيبي، شكرا جدا اخ محمد، ربنا يباركك. اخ محمد اخ عابر رائع جدا، سبق واتكلم عن اختباره في برنامج صوت العابرين، ربنا يباركك ويبارك ايمانك وحياتك. ما اعرفش الاخ محمد محمود من هنا، فقدنا الاتصال. يا اخ محمد مره تانية هقول لك، في فرق بين التوبه 5 والتوبه 36. انا لا اتحدث عن التوبه 36، انا اتحدث عن التوبه 5. طيب نرجع للشيخ، لحد ما اخونا محمد يرجع، نرجع للشيخ صفوت حجازي. اسمعوا، رسول الرحمه، رسول العزه، رسول المحبة، يقاتل نعم، لأن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتال سلام، كان قتال رحمة، كان قتال محبة، كان يقاتل من يمنعه أن يبلغ رسالته. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواب مطاردا لقافلة من قوافل قريش، ولكن تفوته هذه القافلة. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سرية في غزوة العشيرة، وكانت غزوة العشيرة هي نفس سبب خروجها هو قافلة أبو سفيان التي حدث القتال بها بسببها يوم بدر. قافلة أبو سفيان وهي ذاهبة إلى الشام يخرج نفس طريقة محمد محمود، الأخ اللي اسمه شارة جايب لي التوبة 36، واضح إن في أزمة عند المسلمين في حفظ القرآن بتاعه. يا أخ أنا لا أتكلم عن التوبة 36، أنا أتكلم عن التوبة 5. روح راجع قرآنك يا جماعة، واضح إن أنا هعمل برنامج جديد أعلم فيه المسلمين آيات القرآن عشان ما يتلخبطوش ما بين الآيات، وعشان يبقوا عارفين القرآن بتاعهم قبل ما يدخلوا في مجادلات ومباحثات. والأخ أو الأخت حنان اللي بتدافع عن التوبة 5، التوبة 5 اسمها آية السيف، روحوا راجعوا تفسير شيوخكم واسمها كده آية السيف، وهذه الآية نسخت كل آيات السلم في القرآن، فما تحاولوش تتلاعبوا بالألفاظ. معانا الأخت فريال، أهلا بيكي أخت فريال، سلام المسيح، تفضلي حضرتك على الهواء. أخت فريال، إصحاح 12، لما الرب يسوع المسيح له كل المجد كان ده يخرج الشياطين، فالفريسيين ماذا قالوا عنه؟
قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بعلزبول رئيس الشياطين. نعم. لكن هل هو قتلهم؟ لكن جوابه بالجواب، وأرجو من الأخوة المسلمين يروحون يقرون إنجيل متى إصحاح 12 حتى يشوفون جواب الرب يسوع اللي قالوا عنه بعلزبول يعني شيطان. وثم بعدين لما يهوذا الأسخريوطي جاد يسلمه بقبلة، ماذا قال له الرب يسوع المسيح؟ يا صاحب يا صاحب، لا حمل السيف عليه ولا قتله، لكن محمد اللي هو يقولون عليه نبي الرحمة شق أم قرفة نصفين. خليك بس معايا أخت فريال، خليك معايا الأخت حنان محفوظ. الأخت حنان بتقول أنا لا أهتم بأي تفاسير، أنا أتكلم عن علم وقناعة. أهلا بيك على الهوى، كلمينا عن علم وقناعة تفضلي. ولا في مشكلة في الاتصال؟ ممكن تكتبوا الأرقام وإحنا نسهل عليكم وإحنا نتصل بيكم بقى عشان تكلموا وتورونا العلم والقناعة، قناعتك الشخصية. أنت مشكلتك مع التفسير بتاع القرآن والقرآن، أنتوا عايزين تفسروا القرآن بمزاجكم بلغة القرن 21 عشان شايفين ان في ورط او مصيبه في القران، فبتحاولوا تجملوه بلغتكم. انا لا يهمني تفسيرك الخاص، انا يهمني ماذا قال تابعي نبيك عن هذه الايات، عبد الله بن عباس وغيره 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 وغيره. ما يهمنيش تفسيرك النهارده بالقرن الواحد، عايزين تجملوا وتلعبوا في الالفاظ وتلعبوا في الكلمات. انا احكم على القران من قراءه صحابه نبيك للقران وقراءتهم وتفسيرهم للقران، لا احكم على القران من خلالك. شكرا اخت فريال. معانا الاخ محمد محمود في دقيقه تعليقك اتفضل. ايوه معاك في دقيقه، قدامنا دقيقه والحلقه تخلص. 36 في معايا يا استاذ اندرو اتفضل، دقيقه والحلقه تخلص اتفضل. الايه 36 اللي هي بتقول وقاتلوا المشركين يعلم الرب. انا بتكلم عن التوبه 36، انا اتحدث عن التوبه 5. اقول يا جماعه امسك ميكروفون كبير، الايه اللي قبليها امسك ميكروفون يعني كبير. شكرا يا اخ محمد. اخ محمد دخل يفصل لي التوبه 36، لان عارفين ليه؟ لانه عارف انه عنده ورطه في تفسير التوبه 5، فبيروح ناقل التوبه 36. يا اخ محمد اسمعني، انت اتعودت تتكلم من غير ما تسمع. انا اتحدث عن التوبه 5، هذا النص القراني الذي استند عليه ابو بكر الصديق في محاربته للمرتدين، في المحاربة مع المرتدين، ضد المرتدين الذين رفضوا دفع الجزية. وهذا النص القرآني يتماشى مع حديث نبيك أمرت أن أقاتل الناس. يا جماعة في حد سمع مني أن أنا نطقت التوبة 36؟ واضح أن في مشكلة، لكن الموضوع كبير يا أخ محمد، هنكمل الموضوع. أختم بجزء من فيديو الحويني وبعد كده نقفل نختم الحلقة. إنه الناس متصورين ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها سماحه. انا عايز اقف على دي يا شيخنا مهند. لا الكلام ده كلام غير صحيح. اللي يقول هذا الكلام يبقى جاهل، يبقى جاهل بحقيقه سيره النبي عليه الصلاه والسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما الشاعر عمر بن ابي عزه او لما قال لي يا محمد كن خير اخر في المره الثالثه، قال لا دعك تمشي في طرقات مكه وتقتل خدات محمد وغيره وقتله. وقتله. قال من لكعب بن الاشرف انه اذى الله ورسوله وارسل اليه من يقتله. كذلك ابو رافع تاجر اهل الحجاز. نعم. ارسل اليه من يقتله. واخد بالك؟ وكمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه في غزوه من الغزوات ستهب ريح عاصف فلا يقومن احد. اثنين قاموا فحملتهم الريح الى جبل طي فلعنهم. سبهم ولعنهم. النبي عشان عصوا امره. تاخد بالك؟ وفي وقائع كثيره النبي صلى الله عليه وسلم سب فيها وغضب وامر بالعقوبه. اعلم ان الكثير من اخواتي المسلمين في ورطه، عشان كده النهارده بيتهموا كتب التفسير شيخ المفسرين الطبري ان كتب تراث زي ما عملت الاخت حنان، وكتب اسرائيليات شيخ المفسرين الطبري بتتهمه الاخت حنان عشان رافضه التفسير، عشان عايزه تخترع هي تفسير بمزاجها تحسن بيه صوره الاسلام. اسمه شيخ المفسرين الطبري، اسمه ابن كثير العلامه العالم الكبير ابن كثير، اسمه تفسير القرطبي، اسمه تفسير الجلالين، اسمه تفسير السعدي. دول المفسرين. حتى الشعراوي كتب النص ده، لكن النهارده المسلم لانه في ورطه وشايف ان العالم بقى والانترنت والشيخ جوجل كشف الامور، فالنهارده يقول لك لا انا ارفض التفسير. طيب
بترفضي يا عبد الله بن عباس؟ متأسف يعني حضرتك ايه جنب عبد الله بن عباس حبر الامه؟ متأسف يعني ده ابن عم النبي بتاعك، ابن عم النبي بتاعك، بترفضي تفاسيره وآراءه وكل المنقول عنه وكل اقواله؟ عارف ان في مشكله يا جماعه. اذا لم يستطع اي مسلم لا على الفيسبوك ولا الاخ محمد كممثل للمسلمين ان ينفي عن الاسلام اجابه السؤال اللي طرحناه، هل بعنوان الحلقه، هل الاسلام دين يدعو الى القتل وسفك الدماء واغتصاب النساء؟ الاجابه نعم، سنكمل ونستكمل موضوعنا بنعمة الرب في الأيام القادمة. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير على أن نلتقي بنعمة الرب ومعونة الرب الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم. مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا مش كافر